مقبرة الشهداء بسيدي عمار بولاية عنابة حالة كارثية، وذلك بعد نقل رفات 55 شهيدا إلى المقبرة الجديدة، حيث تركت السلطات 4 قبور لشهداء الواجب الوطني في حالة يرثى لها. التفاصيل مع عبد الناصر جلال وبرد أقشيش. الشهداء القديمة لسيدي عمار بعنابة تؤكد حجم الكارثة التي آلت إليها، فبعد نقل رفات 55 شهيدا إلى المقبرة الجديدة بات المكان وكرا للمنحرفين. الكارثة أن في المكان 4 قبور لشهداء الواجب الوطني سنوات العشرية السوداء لم يتم نقل رفاتهم. إذن ديسيدي باش يبدلوا جبنة الشهداء القديمة جبنة شهداء جديدة على أساس أنها ماهيش لايقة في وسط السكان. بصح فينا المولو كان جيو تشوفوا جبنت شهداء جديده داروها في وسط السكان، دوك ما كنتش سبه. كان 55 شهيد زادوا معهم الربعه هادم، رحلوا 55 شهيد وخلاو الربعه هادم. كي جاوا العائلات تاع الشهداء هادم باش يريكلاميو قال لك القانون ما يسمحش الشهداء تاع العشريه السوداء يدفنوا مع الشهداء تاع الثوره. رئيس بلديه سيدي عمار تاسف للوضع الذي آلت اليه المقبره، مؤكدا ان عمليه نقل الرفات ليست من صلاحيات البلديه. تم تحويل هذه الرفات الى مقبره الجديده بعد يعني البلديه خصت ميزانيه خاصه لبناء هذه المقبره. 4 ضحايا شهداء الواجب، احنا كبلديه احنا ما عندناش الحق يعني نهزوا الشهداء ولا ضحايا الواجب. هذا المقبره هذه بنتها البلديه تحت اشراف مديريه المجاهدين وبها نقلوا الشهداء بتسريح وزاري. إعادة الاعتبار لهذه المقبرة التي يرقد فيها شهداء الواجب الوطني مطلب بات أكثر من ضروري، فهل سيجد آذانا صاغية؟